لما يصير حوادث أمنية وتحركات منظمة بالبلد عن بعض الاستحقاقات، يعني في مين مكودر وجاهز، مراقب وحاضر، مدرب وناطر. في باختصار شبكة أمنية شغالة وبعدها بحسب ما أكدت مصادر الام تي في. وجزء من هالشبكة الأمنية هني أشخاص موجودين بيناتنا، بيشوفونا ومنشوفهم، بيعرفونا بس ما منعرفهم، وهني مافيا الفالي باركينج بشوارع العاصمة بيروت. هون بشارع مونو وحوله، إذا كنت صاحب مطعم أو شركة فالي، ما فيك تشتغل إلا ما تسمح لك مجموعة محسوبة على أحزاب معينة إنك تشتغل، وبتفرض عليك توظف عندك شباب فالي من قبلها، شغلتهم جمع المعلومات ورصد تحركات الزبائن من السياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين وتجميع معلومات عنهم. هيك أخبرنا أحد أصحاب شركات الفالي يلي كمش أحد شبابه عم يفتش بوراء سيارة زبون أكثر من مرة. صاحب الشركة رفض يظهر على الكاميرا بعد ما هددته هالمجموعة بالقتل أكثر من مرة، ولكن برغم التهديد في مين قرر يحكي تحت شرط الخناع. في شوارع طبعا ببيروت صارت مثل خطوط تماس، تحت صوب مونو، تحت شارع مونو الأساسي، دايما عم بيصير تحت كتير مشاكل، خاصة بأمور قصة الفالي باركينج. أنا بتحاشى النزلة لتحت نحن كشركة فالي، لأنه تحت عم بيصير كتير مشاكل. يعني تحت ما في أي شركة تنزل تفوت تاخد محل فالي باركينج تشتغل محترمة، بيجبروك تحت. يعني بيجي مجموعة شباب بيجبروا صاحب المحل ياخد المحل، يعطيهم المحل فالي باركينج، لأنه إذا جابوا غير حدا وقفوا بالشارع بيعملوا لهم مشاكل، بيهددوهم. أي نوع مشاكل عم نحكي بيصير تحت إذا قررت كشركة تفوت؟ مش مشكل بالحكي، كان عم بيصير سكاكين ومسكاكين وأخبار وتهديدات، إذا شركة نزلت وبدوا يشلوها من المحل هيك بيصير تصرف. وكشف أحد أصحاب الشركات للإم تي في إنه لما رفض توظيف أحد الشباب المفروضين عليه، تم خطفه من قبل جهة معروفة مجهولة، وتم الاعتداء عليه بالضرب وهدد بقوة السلاح. هالمجموعات بحسب المصادر مقسمة لخلية، المسؤولين عنهم مجهولين بالاسم وأمام القانون. فمنطقة الوسط التجاري مثلا، من مبنى جريدة النهار وحتى شارع مونو، مستلمها شخص ملقب ببوي وبحقه أكثر من مذكرة التوقيف. أما المسؤول على الأرض فملقب بعنكان، وهو بيتنقل على المطاعم والملاهي اللي مزروعين فيها شباب فالي، هن جزء من الخطة الأمنية السرية. ويلي بيصير بحسب مصادر الام تي في انه بس تسلم سيارتك للفالي بتبلش عملية التفتيش وتجميع المعلومات، بينما بتكون مجموعة تانية قامت بتصوير الشخصية السياسية او الاعلامية عبر الهاتف، وبيعمد البعض الى تقصي المعلومات من مرافقين الشخصيات. هالاشخاص يلي مدربين على الرصد والمراقبة بزوايا العاصمة باشارة وحدة قدرن يقطعوا طرق وينتقلوا الى مرحلة الهجوم يلي شفناها بكتير من المناسبات، يعني بالعربي المشبرح دولة بقلب دولة. بس على مين وحسد مين يا ترى؟ يلي صرنا نعرفه بعد هالتقرير انه يلي عم يصير بهالشارع شيء خطير، لانه بعد ما تسلم سيارتك لحدا عم يفتش لك فيها، عم يجمع معلومات عنك وعن خصوصياتك لمصلحه مين ولاي جهه ما بنعرف. بس اللي بدي اساله هو كيف قبلان الجهات الامنيه انه حدا يصدر لها دوره؟ سؤال بتركه برسم المعنيين. جورج عيد، ام تي في.